Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire la vidéo pour partager ma la correction de l'épreuve de l'SVT pour l'espace sage-femme. Ok, donc les réponses, nous venons là, nous sommes en train de faire le majeur, là, la connaissance de ma propre connaissance, et aussi l'HVP de l'Arlebia de l'Télamide. Ok, donc, la première question. داكشي ما باينش مي كوم ميم راه حاولت باش نجاوب عليه و دونك حفيت عيني باش نجاوب باش ندير لكم لا فيديو. ما تنساوش ديروا جيم ليها وخليو لي كومونتير ديالكم في عندكم شي تساؤل. بوغ لا بروميير كيسيون عندنا التنفس والتخمر والتفاعلات ينتج عنها راها باينه سي. بالنسبه للثانيه ما غاديش نبقى نقرا لكم وداكشي نعطيكم نيشان لي ريبونس حيت انا اصلا جاني هاد الامتحان هذا ساهل يمكن صعبوا معكم في فرنسي باقي ما شفتهاش مي لي سفيتي راه ساهله اون جينيرال. بالنسبه ل 2 لا ريبونس جوست هي سي. بالنسبه ل 3 لا ريبونس جوست هي ا و دي. بالنسبه ل 4 فلا ريبونس جوست لي ريبونس جوست هما ا و بي و سي. لا كيسيون 5 هي ا. كونسيرنون لا كيسيون 6 لا بون ريبونس غادي تكون هي سي. بالنسبه لا كيسيون 7 لا بون ريبونس غتكون هي ا. اي 8 غنلقاو لي ريبونس جوست هما ا اي بي اي دي. بالنسبه ل 9 لا بون ريبونس هي ا. بالنسبه ل 10 لي بون ريبونس هما ا بي اي سي. بالنسبه ل 11 لا بون ريبونس غادي تكون هي بي. اي بالنسبه ل 12 لا كيسيون 12 لي بون ريبونس هما بي اي دي. بالنسبه ل 13 لي بون ريبونس غيكونوا هما ا اي بي. Et بالنسبه لا كيسيون 14 14 لي بون ريبونس غيكونوا ا اي سي. بالنسبه ل 15 عندنا ا و بي و سي اي دي. اوكي دونك بالا كيسيون 16 لقيت فيها ما صراحه ما فهمتهاش مزيان مي على ما بان ليا انه حيت لو ماتيريال جينيتيك يقدر يتبدل من جينيراسيون لاخرى بحال يطراو فيه دي ميوتاسيون شي حاجات بحال هكا ف شنو قال لي يتمسح يتضافوا عليه دي جين بعد المرات كيضاف جين على قدو فا اوكي هنايا نقدروا نقولوا باللي دي هي اللي صحيحه مي جو سوي با سور. اوكي في كيسيون ستاج جو سوي با سور مي باللي باللي دي هي اللي غتكون صحيحه. بالنسبه لا كيسيون 17 كنلقاو فيها ا و بي اي دي. بالنسبه ل 18 لا بون ريبونس غتكون هي ا. بالنسبه ل 19 لا بون ريبونس هي بي. بالنسبه ل 20 فا لا بون ريبونس غادي تكون هي دي. 21 سي اي دي. 22 ا اي دي. بالنسبه ل 23 ا اي سي. بالنسبه 24 سي. دونك بالنسبه لا كيسيون 25 ف لي بون ريبونس غيكونوا هما ا و بي و سي اي دي. بالنسبه لا كيسيون 26 لي بون ريبونس غيكونوا هما بي و سي. بالنسبه لا كيسيون 27 ا. 28 also A. 29 D. آخر واحدة B et C. Donc si vous avez des remarques, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Ok, d'après tout des corrections آخرين أي حاجة خليوها لي في الكومنتار. Also إذا عندكم شي إضافات أخرى تقدروا تخليوها حتى هي.